تتكلم واحد شخص ثاني كأنه انولد من جديد. صح دكتور. عموما احنا مسوين استطلاع رأي بخصوص السمنة، ننتقل نشوف استطلاع الرأي هذا ثم صحيح، فنبي رأيك باستطلاع الرأي بعدين تكلمنا على اللوكارب. والله دكتور كلامهم يعني عام عدل كلامهم في مساكين، يقولون اولا ما يعتقدون بالأدوية وهذا شيء جميل منهم، والنوادي احيانا اذا واحد ما يلتزم ايضا ما له معنى يروح يقط لك هذا دينار، يلتزم الشخص فعلا يستفيد. صح. الأنظمة الغذائية مختلفة جدا، يعني في سعرات حرارية، وكل إنسان طبعا عنده اعتقاد أنه والله هالبرنامج أفضل من الآخر. حلو. ولكن هذا ما يهم بقدر ما إذا الإنسان يقدر يمشي على نوع معين من البرنامج فما عنده مشكلة. ني حق الحين تقول لي ليش لو كارب أو قليل النشويات، احنا خلي أعطيك أنا مثل بسيط عشان أسهل حق السامع حق المشاهد أن الأمور شنو الفكرة من هذا. احنا نعتقد أساسا أن كل الطاقة بنزين اللي عندي ناخذ من الحلو. صح. من السكر، السكريات، من الخبز، من العيش، من المعجنات، من الفطاير، السكر بنزين. ها هالبنزين سريع الاشتعال ينتهي، يعني تمشي لك لو وصل لنص الأحمدي، توصل الأحمدي بتصب بنزين ثاني بسيارتك، يعني من توصل تيو تاكل لك مرة ثانية. صح. توصل لك نويصيب عند عبد اللطيف البدر هناك هم شو اسمه هم تاكل لك. الدش السعودية هم تاكل بنزين كأنه قاعد تصب بنزين. السكريات. حلو. وكل ساعة ياكل سكر، يعني مثل القلالبة. ها انت تحت يوعان تاكل، تصعد فوق مستانس، السكر ينزل تنزل تحت تصعد، وهلو مجرة هاي شغلنا احنا دائرة. احنا نقول في هالبرنامج عشان وعندي كمية من الشحم، صار لي انا 5 سنين 10 سنين مجمع لي كمية من الشحوم، مثل ما يقول لك القرش الابيض لليوم الاسود، انا ودي استغل القرش الابيض هالدهون اللي عندي ودي استغله. شلون استغله؟ حلو. الشحم بطبعه ردي خواف، احنا نقول قبل والله هذا ردي ارده من امه، طبعا هذا مثل قديم. صح. طبعا الحين ما عندنا هالحكي، بس يقولون كانوا يقولون والله احنا من كنا نلعب والله ردي ارده من امك. المهم الشحم كذي ردي زين يخاف من شيء اسمه حلو، يعني انا قاعد من ادخل لي شاكليته كيكه عيش خبز الشحم ينحاش يروح يقعد له بالربعه ويبكي. حلو. زين عشان اخلي مستر شحم او حجي شحم اجيبه مكانه لازم اوخر عنه شيء اللي ما يخاف منه، اللي هو السكريات، الحلو، الخبز. حلو. من اوخر الخبز والعيش والحلو عن طريق العم هذا الشحم الشحم يكيف ملك يرقص. بس خوفك اذا كيف دكتور بعدين يتمادى يكبر. لا ما يتمادى، خل اقول لك زين، من اوخر عنه العيش والخبز يرقص عاد يستانس، هو الملك ماكو حد ينافسه. حلو. ماكو حلو، ما في سكر، ما في شيء، يشتغل لك ليل ونهار، شبك لبيك عبدك بين يديك، يحرق نفسه بنفسه، وبالليل وانت نايم تحرق الشحم. انا دائما اشرح حق الناس اللي يزورون، فهني احرق الشحم، انا احرق الشحم ما دام انا مستبعد هالحلو وهالخبز وهالعيش، عمليه الحرق تكون عمليه مستمره، بس يوم اللي ادخل لي شيء حلو شحمنا الحاش راح قعد له مكان ثاني. زين دكتور، معانا اتصال من الدكتوره الهام صرخوه، نرحب فيك دكتوره. يا هلا مرحبا. اول شيء تحياتي حق دكتور البروفيسور حسين دشتي. يعني ليه اكبر فضل علي انه ما يعني ما قصر وياي، انا كنت رايحة محبطة بس الصراحة اخذ بيدي وطلعني من الاحباط اللي انا كنت فيه. فدكتور حسين يعني الصراحة عبقرية فذة ما شاء الله في حالات السمنة، يعني أنا أبعت له تحية كبيرة من عندي، أقول له الله يخليك لنا. الله يخلي لنا ولكم أجمعين إن شاء الله. إن شاء الله. تفضل يا دكتورة. دكتورة في تساؤل بس إنك ما دام إحنا نستفيد. نعم. نستفيد منك كدكتورة في طب العصب العصبي ودكتور اخصائي في العلاج في والله شوف يعني النظام الغذائي. انا سؤالي في علاقه بين الاعصاب وما بين اكيد يعني شوف اذا جينا حق السمنه حالات الجلطات المخ اكبر سبب له السمنه، يعني اكيد الدكتور حسين دشتي يوافقني على هالراي.
صحيح. يعني جلطات المخ يعني والقلب لها أكيد دور. أكيد أكيد السمنة لها أكبر دور في جلطات المخ. يعني إحنا نشتغل فيها الأمراض يعني. فلا أكبر سبب في هالموضوع. دكتورة لكم دراسات سويتيها أو أبحاث حول هذا الموضوع؟ حول دور السمنة في الجلطات المخ. أنا يعني ما سوينا دراسات بس الحالات اللي تمر علينا يعني الحالات نشوف أكبر سبب حق الجلطات المخ السمنة. السمنة يعني هذا تأثيرها شديد على الجسم على كل شيء في الجسم. فهذا اللي أنا شفته يعني في الحالات اللي عندي. وأعتقد لها تأثير على القلب وعلى أجهزة الحيوية الرئيسية في الجسم. يعني أنت شوف الإنسان السمين أقل شيء فيه يا سكر يا ضغط يا كوليسترول يعني هذه الأشياء اللي يعني قليلة بس دائما الإنسان السمين فيه أكثر الأمراض منتشرة فيه. صحيح. فأنا يعني أحيي دكتور حسين دشتي يعني في مجال اللي هو ماشي فيه والله يعطي ألف عافية. شاكر لك دكتورة إلهام صرخوع على اتصالك ونتمنى لك كل توفيق بإذن الله. الله يسلمك. شكرا. زين نرجع لك دكتور بروفيسور يعني تفضل. تفضل بعد ذلك. يعني أنا استكمالا هذا أبيك تكلم عن فكرة العلاج اللي أنت بديته يعني. متى أول حالة طبقتها لقيت لها نجاح في هذا العلم وبديت تنصح فيه وبديت تعالج فيها المرضى؟ أنا بس تعليق بسيط مع دكتور. أنا أيد كلام دكتور إلهام فعلا السمنة كل الجلطات المخية الجلطات القلب التهابات مشاكل السكر الضغط التهابات اللي يسمونها مقاومة الإنسولين راح أتحدث في شنو معناه أحاول أشبهها بطريقة سهلة عشان كل واحد يعرف شنو مقاومة الإنسولين هو سب البلاء وبالتالي سمنة خلاص يعني كل أمراض يوريسيميا يعني حتى زيادة الأملاح لها علاقة بالسمنة أمراض الكلى لها علاقة بالسمنة السمنة تسبب سكر خب بعد ملك يأثر على كل عضو بالجسم. دكتور محبينك وايد جايك اتصال من السعودية. الله يسلمك. نقول ألو. ألو. أخوي عامر حياك الله. الله يحييك مساء الخير. مساء الورد ومعاك الدكتور حسين دشتي لأي تساؤل حابة مجال الحوار مفتوح لك أخوي عامر. الله يسلمك أول شيء أحب أشكركم على البرنامج. الله يسلمك ما تقصر. دكتور مساء الخير. مساء الخير حبيبي. دكتور أنا عندي استفسار بس بسيط لو سمحت. تفضل. دكتور أنا كنت أدخن يعني 20 سنة تقريبا أدخن أشرب دخان سجاير. أيوه. والحمد لله الحين تقريبا لي 45 يوم أو أكثر شوي بطل السجاير. إن شاء الله على طول. دكتور قاعد أمشي أنا ما شاء الله يعني أنا من قطعت السجاير قاعد أكل. إيه صح. كان وزني تقريبا 54 الحين أصبح وزني 67. بس دكتور يعني قطعت السجاير قاعد تطلع لي مشاكل معاي دكتور يعني صارت عندي عورات احس ان في سمنه مثلا في الظهر في الرقبه في رجولي وفوق هذا دكتور امشي 3 كيلو 4 كيلو 5 كيلو يعني كل يوم امشي باليوم مرتين يعني الصبح بعد صلاه الصبح وامشي بعد المغرب بعد صلاه المغرب وصرت حتى أقلل الأكل بس ما أدري يعني أنا شايف إني من قطعت السجاير صرت تعرض للمشاكل يعني حتى فكرت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني أرجع لها أساس إني أكون يعني ما تعرض للمشاكل اللي أنا تعرضت لها الحين حاليا في الوقت الحالي من السمنة أنا ما سمنت طبعا كثير يعني 67 بس خلال 45 يوم يعني شيء أنا خايف إني أواصل يعني تصير عندي يعني السمنة يعني تزود عندي يعني أنا خلال 45 يوم أو 47 يوم تقريبا ارتفع وزني حيل. اخي عامر عندك سؤال ثاني بس القناة الشاهد صراحة انا تابع برنامجكم بس اعادة دائما لكن حياك الله نشرف اليوم يا الحمد لله عامر. يعني على الهواء مباشرة لا حياك الله الله يسلمك شكرا اخوي حبيبي. دخن ترك التدخين وهذه ملاحظة عامة والله هاشم ملاحظة يقول لك انا ارجع التدخين احسن لي اترك التدخين تطلع لي امراض يزداد وزني شنو الأسباب اللي تكلم فيها دكتور؟ لا الأسباب طبعا عملية الحرق ميتابوليزم عملية الهدم والبناء مع اللي يدخنون سجارة أكثر